بزاف ربعة حبات. لا غنقربوا للنجيري دابا 100 درهم خويا ما قاديه والو 100 درهم راه 70 درهم باش فطروا الدراري على الصباح جوج دراري خصهم ياكلوا وخصهم يشربوا عاد تجي للغدا هي البطاطا دايره 7 درهم ها هي البصله دايره 160 ريال الدجاج داير 400 ريال الكيلو كي غدير لهاد المعيشه هادي وكي غيدير الدرويشه ديال اللي مول 43 الف باش يخرج يتزاحم مع هاد الناس راه ما غاديش تقدر انا المراه ما بقيتش كنخليها تقدر تخرج كاع للسويقه نهائيا انا غنخرج باش يكون داكشي ايكونومي انا غندي كيلو ديال البطاطا ما نقدرش ندي جوج كيلو نص كيلو ديال البصله اللي غندي يعني راه هادشي راه مضرور شويه والله يرحمنا بالشتاء وهاد الناس هادي راه عاونا شويه راه حتى حنا راه دراوش راه المعيشه راه غا الصالير راه مول الصالير راه محدود راه كيخطاونا الحباب راه خطاونا الحباب راه غادي نموتوا بالجوع الله يجازيكم بخير شوفوا شوفوا بعين الرحمه شوفوا بعين الرحمه راه بنادم انا راه غناخذ كيلو بطاطا راه كاين واحد اخر اللي ما غاديش ياكلو والنموذجات راه كنشوفهم قدامي انا راه سيكيريتي حدايا دراري جاردينيه وسيكيريتيات راه محكوكين محرومين الله يحسن العوان اللحم اللحم اخويا راه شوف اللحم كيدير سرط انا راه كنعطيه بالدار اللحم انا زرق انا راه عاد جا شتو وقلت لي صوب لي عشي وحده فيها كيلو ونص ولا اما تقول لي جوج 600 جوج هذه غيطيح عليا ب 1080 ريال وكتقول لي انت 100 درهم وكي غندير 900 اخرى كي غندير لها والله يلطف الله يلطف نهضرك معاك بالصراحة الحال كل شيء هلكنا الزمن هلكنا كل شيء هلكنا الخضرة غالية اللحم غالي ما تنوصلوش هذا الشيء اللي عطى الله والسوق وبطاطا ب 140 ريال ما تيش الخمشة ب 60 ريال اش بغيت نعمر في هاد الكفة عاد ما نعمر فيهم بابا الطعمر بحال هاساهم دابا غير الشرن قال لك 360 اش ناكلوا السردين 300 ريال 100 درهم ما دير لك والو 100 درهم يلاه تجيب لك قنبه يعني قنبه تشنق بها راسك واش الكروفيت داير 80 درهم الميرنا داير 40 درهم الفرخ داير 50 درهم الباجو داير 40 درهم للكيلو مول الحوت ملي كتشكي عليه تيقول لك اودي انا ما كرهتش ما لقيناش لمن غنشكي وما لقيناش راه 100 درهم شنو 100 درهم يلاه الريحه يعني راه رابعه من الحاجه وعلى العريش شيت لك على الخبز على العريش شيت لك على المناضه وكنتمناو الخير يا ربي والله يفرجها عنا والله يهون على اي واحد وراه حنا مضرورين بزاف كنطلبوا من المسؤولين ورئيس الحكومه يحن في المواطن يحن في المسكين راه المسكين تينوب عليه المسكين ما اللي عنده راه ما كيشوفش في المسكين والله يتجاوز عنا هذه المحنه يعني يدير واحد يد السلام ويدور ويدير واحد المبادره لهاد الناس راه بزاف الاسعار راه زايده بزاف راه ما كايناش راه الناس عندها مبالغ قليله ولكن راه كطلع اكثر من نيفو تاعها باش كتصرف على ولادها راه ما سالاش وتحياتي لك وجوه جيت نشوف هذا الشيء راه تخلعت جيت نشوف الكروفيت قال لك 80 درهم الميرنا قال لك 40 درهم السردين 15 درهم ياك 15 درهم راه ما سالاش الفرخ 1000 ريال ما سالاش الباجو 40 درهم الكيلو راه ما ساهلش الله يتجاوز عنا والله يعطينا شي رحمه من عند الله يا ربي.